السلام عليكم جميعا، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو الفايت صورته في الجامع الكبير ديال القيروان، وانما الصوت كان ناقص. انا خليته هكاك طبيعي باش تستافدوا من المعلومات اللي كان تيشرح لنا السيد، وانما سمحوا لي على الصوت كان ناقص. واحد المعلومه سمعتها هنايا في تونس وبغيت نشاركها معكم، لان تيقولوا اللي استطاع وزار الحج زار مكه والمدينه، يزور حتى القدس ويزور جامع القيروان. هكا تيقولوا هنايا، هذه معلومة بغيت نشاركها معكم. وهاد البلاصة هادي ديال هاد الجمل جينا لها من بعد ما سالينا في الجامع، تيجيو الناس كيزوروها هنايا. هي نوريا او ناعورة ديال الماء، تيدور هاد الجمل هذا كيدور باش كيخرج الماء، تيجيو الناس كيشربوا من هاد الماء هذا، حتى حنايا شربنا منه. انا خفت ندخل حيت كاين جمل، انما عطاوني شويه ديال الماء شربته، وسبحان الله هاد الجمل تيطلع الدروج باش كيوصل ديك الدار الفوق وتيعاود ينزل. وهذا ملي سالينا جينا زرنا هاد الولي، هذا الاسم ديالو سيدي الصاحبي، هنايا مدفون هنايا، وتيجيو الناس تيزوروه. على حسب المعلومات اللي سمعت هنايا تيقولوا بانه مدفون معاه الشعر ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتيجيو الناس تيزوروه. وهذا هاد البلاكا اللي غنشوفو من بعد، الا قدرتو تقراوها راه فيها معلومات عليه، وفيها حتى هي مكتوبه بانه مدفون معاه الشعر ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي البلاكا الا قدرتو تقراوها، راه فيها معلومات زوينين. ومن بعد ما سالينا من هنا مشينا للمدينه ديالو، مدينه قديمه. واحد الحاجه اللي عجبتني بزاف هنايا في القيروان، شفت الرايه المغربيه معلقه، ها هي واش كتبان لكم الريح صدها عايزه. للاسف ما بغاش تحل، هنا كاينين الرايات وكاين الرايه المغربيه. من بعد دخلنا المدينه ديالهم وشفنا هاد المجوهرات اللي كيوضعوا في المناسبات ديالهم. هادو كيلبسوهم العروسه، العروسه فما هنايا موديل قديم، فما هذا موديل جديد. الخلالات هادو هما الصم العربي القدم، تقليدي تقليدي. هذوما الخيوط يقعدوا سنانين، هذا يتسمى مقياس العربي، يتسماو زوز، زوز يتسماو، حتى تلبس واحدة منا واحدة من هنا. فما هذوم العربي الدردور نتاعهم يقعدوا سنانين، واللي تحاول تقول لك ما الوشوش العربي اللي فيه ديك اللويزات، هاي كيما الوشوش العربي. فما هذايا اللي تتحط هكا تتلبس من هنا كيما التام، كيما التام، كيما المصرية، فما هذه الفردة الحديدة تتعمل البيبي، فما اللي يخدموا فيها فضة وذهب، فما اللي يخدموا فيها فضة ونحاس، تتعمل البيبي، تتعمل التايكو من تو. وهذه هذيك تسمى لا ربع الدل، عندنا احنا ربع الدل، ربع الدل، ربع الدل، لا ربع الدنيا، ربع الدنيا. هادو زيتونات زوينين، هما مصاوبين على شكل زيتونه وفيهم ديك نقطات الكحل بحال الزيتون، هو دايرينو بالعنبر، زوينين بزاف الا كتشو يبانو لكم. هكا غادي نسجيرات عجبوني. هي اصلا هاد المدينه ديال القيروان مدينه صغيره وشعبيه، وانما زوينه وفيها بزاف الحاجات اللي ممكن يشوف الواحد. هاد المحل كيبيعوا فيه القطنيه وتيبيعوا فيه العطريه او التبزيره ديالهم، زوين بزاف عجبني وقلت علاش لا ما نصورو لكمش. Thank you.
زوين حتى الديكور زوين الديكور زوين حاجه تقليديه هذا هو التابل تيستعملوه من زريعه القزبر ديالنا كيستعملوه في الماكله ديالهم بزاف وهذا البسباس اي وملي سالينا من هذا المحل مشينا اللي جا لهنا القيروان تيخصو يدوق هذا المقروط ديالهم زوين بزاف تيشكروه بزاف في هذه المدينه ديال القيروان وهذا المحل ديال العمراني واحد الناس مشهورين تمايا عندهم جوج محلات كبار تيصاوبوا المقروط عندهم المقروط عادي كيف كنعرفوا عندهم مقروط مختلف شويه تيرجعوا تيبدعوا فيه تيديروه باللوز وباشكال اخرى انتم غادي تشوفوا في الفيديو هذه الحلوه ديالهم تيصاوبوها ب هذه الحلوه كيعمروها لداخل بالحلوه التونسيه الشاميه زوينه كتبان هذا الابيض باللوز الابيض باللوز زوينه منه ماما بغيوها ماما تمر تمر عفره هذه شويه دجل هذه كل داتا تمر التمر هذا كل تمر هذا قمح زيت زيتون قمح قمح زيت زيتون هذا مش سميد هذا عادي زيت زيتون تابع عادي زيت زيتون وعندنا هذا النخالة هذا بالنخالة زيت زيتون هذا مارتيفلوت شوية ديالي نتمنى ان هذا الفيديو يكون عجبكم وتكونوا تعرفتوا شويه على مدينه القيروان ونقول لكم خليتكم على خير ونتلاقاو في الفيديو المجي ان شاء الله يا ربي بسلامه